زي ده احنا بنعتبره مؤتمر فاشل لبيع مصر متقسمه بين اليهود والامريكان والامارات. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله في كل اللي بيع مصر، حسبنا الله في كل من ايد الانقلاب العسكري، حسبنا الله ونعم الوكيل عبد الفتاح السيسي وكل من ايده وكل من وقف بجانبه. واحنا لاخر مره بنقول احنا مكملين ومش خايفين، والاخر نقطه بدمنا برضه مش هنسيب دم الشهداء.